مو ظابطين مو ظابطين. مو ظابطين مو ظابطين. هدول كانوا اصباط. ما عاد في وقت. يلا يلا امري لله. ريلاكس. كل هالعجلة ما كان لها طعمة. هاي وصلت قبلها بعشر دقايق.
لا لا بيعمل مشكلة ولا بيطلع له يساوي شي، لأنه أنا أصلا ما عم بعمل شي غلط، واللي ما بيعمل غلط ما لازم يخاف أبدا، وأعلى أعلى ما بخيله يركبه، مو هممني شي بنوب. وهي نبيل. اشتري علكة ولك يقطعوا لعمرك ما اسألك بدك علكة نشفت اللي دمي روح روح طبيعوا بالون ها اخي رجعة هاي 25 روح فرقنا بريحة لك روح فرقنا بريحة طيبة يقطع عمرك ما اسألك شو صار لي انا شو صار لي ايه والله الواحد احيانا مدري شو بيصير له بيتوسوس زيادة ولا لص الله لا العمى وين راحت ليكون شاكك بشي وفات يخبر العناصر لا حول ولا قوة إلا بالله أنا شو كان بدي بهالجاية كنت قاعد بالبيت بأمان الله وما أحلاني ضروري جازف هيك مجازفة بلا طعمة بعدين أنا شلون نسيان إنه هون في مخفر شلون وإذا في مخفر ما البلد معباية مخافر والله إذا كل واحد بده يخاف لأنه واقف قدام مخفر إيه بيقضي كل عمره خايف ما رح أمشي يعني ما رح أمشي ها وهي نبيل وهي بارفان اي فريد بتروح من هذا الشارع بوش شخص صلون لعند ام نغم حاضر معلم وانت يا سالم الله يسلم عمرك لك مو إلك عم احكي مع سالم اي سالم نعم سيدي بتروح لعند ابو فراس بتقول له مشي وفي عنده شوية اغراض بتجيبهم وبتجي شو فهمت؟ حاضر سيدي بس وين صار مكتبه بالضبط؟ شايف هذا الشارع؟ يلا شباب لا تأخروا انطلقوا ولي ولي اكيد اكيد صار في محاصرة بالقصة انا لازم امشي فورا احسن شيء اعمل لي لفة وبس ارجع بتكون وصلت باخذها وبمشي فورا ايه اذا مشيت بجوز ثبت التهمة علي ويفكروني هربت وليش لا يفكروني هربت مواطن عادي وقف شوي ومشي وما حدا له عنده شي ها وهي نبيل وهي بارفان ومالي خايف من حدا وأعلى ما بخيلهم يركبوه ومالي خايف من حدا الشرطة مع اني مالي عامل شي بس الواحد لا ينام بين القبور ولا يشوف منامات وحشة وما حدا له عندي شي وما حدا بيطلع له معي بنوب وقاعد ببيتي سلطان زماني واعلى ما بخيلهم يركبوها الله يا نبيل Thank you.
العمى معقول يكونوا اخذوا رقم السياره؟ بشوف زوالده.